اللي راج هو ان السيد وكيل الملك في اطار الماده 74 قانون المسطره الجنائيه استنطق هذا الشخص ديال الجنسيه الفرنسيه حول الافعال المنسوبه اليه. كانت محاوله من 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 هذا الشخص انه يتنكر المحاضر الضابطه القضائيه، على الرغم من ان التصريحات المضمنه فيها هي نفس التصريحات اللي عبر عليها. السيد وكيل الملك حرص شديد على التمكين ديالو من جميع الحقوق اللي منصوص عليها، سواء في قانون المسطره الجنائيه او في الدستور او اللي كتعطي عليه مواثيق الدوليه، بالحضور ديال 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 الدفاع ديالو. وكانت الخاتمه هو انه المتابعه ديالو بجنحه التهديد بالقتل طبقا للفصلين 425 و427 من القانون الجنائي، وايضا قتل حيوان اليف طبقا للفصل 603 من القانون الجنائي. وهذه الجنحتين قام بالاعتراف بهما بصريح العباره امام السيد وكيل الملك وبالحضور الدفاع ديالو، وحيل على جلسه فوريه، ونسقنا فيما بيننا كدفاع على انه غيتكفل غير 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 محامي واحد باش يحضر لهذ الدفعه ويلتمس اجل لاعداد المطالب المدنيه. ومن المزمع انه تاجل الجلسه ليوم الخميس او ليوم الاثنين المقبل. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.